الكتاب. معنا سي ابراهيم ترابلسي اكيد عن اتحاد الفلاحه بيان سور باش نحكي وباكثر تفاصيل على سوق من المنتج الى المستهلك في تونس العاصمه. مرحبا بك سي ابراهيم. مرحبا بكم أستاذ المستمعين. الله يخليك، مشكور جدا على قبولك الدعوة. ألو، توصلنا صور من تونس، إقبال كبير على سوق من المنتج إلى المستهلك، باش ناخذوا فكرة على الأسعار. أيضا أول سؤال نحب زيد نبدأ به، أنه السوق هذه على فكرة سي إبراهيم صارت عم ناول. صارت حيت، ولكن ما لقاتش برشا هكا اقبال كيما السنة حسب هكا التقديرات وحسب زاد مراسلنا اللي مشى واكيد شاف السوق على عين المكان. الوغ اقبال من عند المواطنين، برشا ناس قاعده بيان سور تقضي رمضان. ناخذوا فكره على الاسعار بيان سور معاك انت. هي كانت قبل عندنا خيمه المغذيه سيد الوالي تونس، مكننا من فضاء كبير واسع شويه، فهمت، اللي خلانا نوفروا بزيد منتوجات، فهمت، على هذاك كان الاقبال كبير. ولكن زاد السناغه ونشوفوا الغلاء تاع اللحم، اذا كان اللحم تلقى اللحم العلوج 29 و600، وتلقى اللحم البقري ب 28 و500، يعني هذوما اللي يتباعوا لبرا راهم بين 37 ولا 40 دينار. هذه اسعار السوق من منتج للمستهلك بالنسبه للحوم. عندك الدجاج 8200 اللي المجمعهم سعره 8700، احنا نبيعوا فيه 8200. زيت الزيتونه كما تعرف 16 دينار، عندنا احنا 14900. العظم بلاطو العظم فما ب 11 دينار و400، وفما ب 11 دينار و200. البطاطا اللي برا تتباع ب 1900 تتباع عندنا بدينار و80. الطماطم اللي برا تتباع ب 2500 ب 2400 ب 2300 تتباع عندنا ب 1600. فهمت، يعني فما برشا منتوجات حقيقه الاسعار تاع المنتجين باختصار، فهمتني ولا؟ هذا من الاسواق اللي تتباع في المارشي الجرو، واحنا زدنا يعني نقصنا شويه في تسعير مارشي الجرو ب 100 فرنك و200 فرنك حتى المواطن التونسي يستفاد من سوق المنتج المستهلك. واضح. فما اقبال كبير كما قلنا سي ابراهيم. فما اقبال كبير برشا. برشا صحيح. فما اقبال ما كناش نتصوروا الاقبال هذايا بالسيفه هذه. فهمت، يعني تصور انت من 10 تاع الصباح الماضي ساعه ما تنجمش تدخل السوق. بالضبط. فهمت، يعني زحمه كبيره برشا، وخاطر الاسوام هي اللي خلات، هي النجاح شنو؟ النجاح يتقاس باقبال الناس. صح 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 بالضبط، هذه هو. سي ابراهيم، اسكو فما يعني نيه انه يتم فتح نقاط اخرى بما انه صار فما اقبال كبير وفما اكتظاظ يعني على نقطه البيع؟ او السوق هذا في تونس الكبرى؟ اي في تونس الولايات. نبداو بتونس الكبرى ونكملوا في كامل الولايات. نورمالمون فما سوق في بن عروس، وفما سوق قاعد يتحضر يظهر لي في جهه المرسى. فهمت، يعني بشخلت على رمضان هلا متى ذا ايواش. هي عمليه ما هي سهله، باش يبقى لك منتج في يبيع بروحه المنتج شهر كامل، ما هي سهل. صحيح. لانه المنتج يعني عنده ضيعته يخدم فيها، يسلم نهار كامل في شاد، خاطر في العاده وانه المنتج ما يبيعش سلعته، يهزها للمارشي الجرو، مارشي الجرو يبيعوا له. فهمت؟ صحيح صحيح. فهمت؟ يعني العمليه ما هي سهله باش يبقى لك منتج شهر كامل. فهمت؟ توا احنا ايش عملنا؟ عملنا كل يعني جروبات. هذوما يخدموا الجمعه هذيا، الاخرين يخدموا الجمعه الاخرى باش ما يقلقش الفلاح. فهمتك. واضح، يعني فما على قليله نيه انه يكون فما نقاط اخرى. الفكره جميله جدا، فماشي هكا صدام تاع انه يصير فما تعميم هالحكايه على الجمهوريه هكا؟ سمعتوش حاجه؟ والله لحد علمي وانه الساده الولاد في كابينه رئيس الجمهوريه قاعدين يسعوا بالاتصال مع الاتحاد الجهوي بتاعنا، قاعدين يسعوا انهم يعملوا نقاط بيع في كامل التراب الجمهوري. واضح. سي ابراهيم، شنو هي المنتجات اللي السنه لقاوها متوفره ما كانتش متوفره في الاعوام السابقه وكان الاقبال كبير عليها؟ هو كل شيء متوفر، وحكايه السوم كل شيء متوفر، فهمت ولا؟ هو حتى العوام اللي فات كل شيء متوفر، حكايه السوم. تقول لي انت علوش ب 40 دينار وجيت تلقاها هذيك ب 29 دينار و600، ولا تقول لي البطاطا ب 2000 جيت تلقاها بدينار و80، هي حكايه السوم هي اللي تجيب المواطن. صح. فهمت؟ اما المنتوجات، المنتوجات ديما متوفر. بارك الله الفلاح نتاعنا ديما تنتج، احنا ما نقوش على الانتاج، قدرنا ولازمنا ننجو. يعني غير ما نلقاو العظم، الخضره، كل شيء، الاجبان، اللحوم.
الحوت حمراء، لحوم بيضاء، الحوت بجميع انواعه، الخضره، الدقله، البرقدان، التفاح، كل شيء موجود. كل شيء موجود ما شاء الله. وكما قلنا على امتداد شهر رمضان الكل باش يكون موجود، النقطه هذه باش تكون موجوده. في النقطه هذه احنا في الاتفاق في النقطه هذه اتفقنا من 18 نهار 7 افريل. من 18 ل 7 افريل. نهار 7 افريل فما رغبه من المواطنين اللي قاعدين تويك، المستهلكين اللي قاعدين يجوا غاديك، وانه فما رغبه كبيره انهم يحبوا نوصلوا بها لاخر رمضان. ممكن ندرسوا الوضعيه غدوه بعد غدوه، ندرسوا الوضعيه ممكن نوصلوها لاخر رمضان. واضح واضح، احنا اكيد نتبعوا الحكايه وان شاء الله كل التوفيق والدعم بدرة طيبه جدا في ظل وفي كنف غلاء الاسعار. نلقاو الاسواق تطيح بريسك للشطر، خاطر بما انه الكونسوماتور او المواطن يمشي يشيتو ديريكتومون من عند المنتج، يعني كل الوسيط يتنحى. الو لي فري هذوك كل مواطن يخليهم في جيبه، حاجه خارقه للعاده. سمعنا اسوام معقوله ومعقوله جدا بالنسبه لاسوام البطاطا، بالنسبه لاسوام اللحوم، بالنسبه للخضار الى غير ذلك، يعني اسوام في المتناول. يبقى السؤال، سمعتوا في قروان عنا هذا اللي سالته قبيله، باش قلت ما نغلط في حتى حد وما نحكي ولا حتى حد بالغلط، خاطر لازم نثبتوا من المعلومه. هل باش يصير في قروان ولا خاطر تقريبا حسب ما شفت اخر الاسبوع سامحوني في بقيه الولايات الكل ثم معناها تحركات، وتشوف الولايات الكل قاعدين يحركوا كما قالت السيد من ثم اتصالات وكل شيء. ان شاء الله في القرون خاطر بالحق مستحقين، حتى والله مش مستحقين السوق على الاقل زوز، خاطر باش السوق على الاقل يهز هكا على الاخر، خاطر نعرفوا السوق بركه باش تلقى امه محمد الكل ماشي له ولايه كبيره، ولايه كبيره تقريبا معناها باش يصير برشا اكتظاظ. صحيح والله هي المواطن كان يلقى اليوم يعيش منه المنتج تو يسلك، خاطر تشوف تقريبا الاسوام اقل 60% من الاسوام اللي في السوق الكبيره، من تحكي على بعيده كل البعد، بعيده كل البعد، بطاطا بدينار، الحم قديش معناها، والبلاتو العظم معناها بالسوم واقل مشارع برشا، والقبيل راهو اوتوماتيكمون معناها تكون بالبرشا، خاطر العباد معناها باقل فرانك ماذا بها اليوم، ويقول لك ناخذ من توا خير من نقعد وقت الغسرة من بعد. وشوف كما قال لك السوق هذا مش يقعد برشا معناها تقريبا حتى 16 في رمضان، صحيح حتى لشهر رمضان معناها اليوم كما يقولوا فيها اخلط خذ بايك، لازمها تتعمم في برشا بلايص، خاطر مش كان في العاصمه ديما نقولوا راهو قيت الولايات مستحقه ديجا. حاجه اخرى مش وسيط راهو يا نور، وسطاء اليوم اللي هذه هو كان ثم فليح ووسيط ومبتول تمشي للسوق، يمكن ما تكونش معناها السعر في معناها في المرتين، اما ثم وسيط ووسيط يبيع الوسيط ومعناها باش توصلك من الفلاح السلعه على الاقل تعدى لاربعه من الناس، اربع ايدين. دونك هذاك اللي هو اللي يخليها تطلع في السوق، وكل حد يسوم يبيع على زي راسه. بالحق راهو رمضان نرفقوا ببعضنا شويه كما قلنا قبل، وقيت معناها باش الناس الكل يسيرش تحمل مسؤوليه نتاع قفة الناس الكل، خاطر الناس الكل الناس الكل تاكل، الناس الكل تشبع في رمضان، صح تعدي على قلك الشهر بعيدة على الغسرة والستريس نتاع المصروف والقفة الغالية، وكل اللي مثقل الكيهل نتاع الناس كل اليوم نشوف برشا معناها الأولياء والعائلات الكل كيف كيف معناها نفس الهاجس يخموا كيفاش باش يعديوا رمضان، خاطر نعرفوا 23 رمضان نهار 23 باش تجي مع وقت صابين شهرين. اي بالضبط معناها كي نحسبوها بالعادي التونسي مش يعدي الجمعه الاولى منفنف نوعا ما، بعديك بقيت الشهر باش يعديها بريود عيد باش نحكي لك، شوف نحكي على رمضان 23 رمضان معناها باش يعدي بريود صابين شهريه، باش يعدي جمعه تقريبا عنده شهريه مزيد صحيح الدنيا. العيد باش يجي في الشهريه الاخرى دونك، اما نحكي لك باش يعدي على الاقل جمعه في رمضان مفرهد نوعا ما، بقيت رمضان باش يعدي يغزر لجنيبه مغصبه. هذاك علاش التسويق هذوما يعاونوا برشا الزوالي وبالعائله. ان شاء الله هكا يتطبق، يعني يكون ننسوا على المنوال هذا اللي بالحق الاسوام، بالحق راهي تعمل الاسوام مقارنه بالمرشد العادي أي. راهو فرق بالبعيد، الحم في 25 دينار اللي هو البرة ب
38 قريب ل 40 دينار معناها راهو ثم فرق كبير 13 دينار على الاقل فرق البطاطا البرة ب 18% تلقاها الكيلو بدينار و80 في المنتج المستهلك المنتج ديريكت راهو تفرق الغله كيف كيف تفرق راهو طماطم فلفل اليوم تفرق يعني كل اليوم كل ارتيكل شوي 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 حبش يحط شهريه في جيبه المواطن نحسب انك تعبي من كل ارتيكل كيلو في القفتك وانت ماخذها من المرشي العادي وتعبيها قفة اخرى كادو صحيت عندك على الاقل قفة واستر في جيبك ربحتهم دونك لازمها تتعمم الحكايه في اقرب وقت خاطر رمضان جاي وما عادش بكري بالضبط هذا هو ان شاء الله تتعمم الحكايه كما قلت امير وان شاء الله رمضان الخير وان شاء الله رمضان البركه عند الناس الكل مشكورين جدا الناس الكل وكنت هذه تور دو تابلو تور دو تابلو تور الو كيما قلنا احنا هو شهر رمضان شهر الرحمه وبكري احنا نحكيوا على قفه رمضان احنا كاذاعه بيان سور الحياه فهم وبمناسبه شهر رمضان المعظم اكيد احنا نحبوا نشارككم فرحتكم ونهدي لكم قفه رمضان كامله بقيمه 150 دينار الو سهل برشا باش تشاركوا معانا ما عليكم كان بيان سور تحطوا جيم على الصفحه الرسميه نتاعنا فما بوبليكاسيون باش تلقاوها فيها قفه رمضان بيان سور من اهداء الحياه اف ام ما عليكم كان تماركيو بيان سور تعلقوا ساعه على المنشور هذا وتحاولوا انه تحطوا رياكت على تبارتاجيو التصويره فوالا وقت تماركيو ثلاثه من اصحابكم نعاود نقول لكم الشروط هو تحط جيم على الصفحه تعمل بارتاج للمنشور وقت ماركي ثلاثه من اصحابك بيان سور واكيد ما ان شاء الله بون شانس للناس الكل خفيفه به ب 150 دينار تعملها كقضيه تعمل 66 كيف وان شاء الله حظ موفق للناس الكل يلا بوز مع الموسيقى وراجعين.